بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميتود إثراء. في هذه المرة نتحدث حول الذهاب إلى العمل. الذهاب إلى العمل إلى بيسي أو إلى جاكرتا بحاجة إلى تقريبا بحاجة إلى الوقت تقريبا ساعة، ولكن مع زحام المرور سنستطيع أن نستغرق الوقت أكثر من ساعة، ولذلك لابد من البحث عن طريق يعني ما نسمي بطريق الفأرة. الفأرة، طريق الفأرة يعني على المصطلح في المجتمع الإندونيسي، يعني طريق الفأرة جالان ديكوس. نعم، لابد أن نبحث عن يعني هذا الممر أو هذا الطريق حتى نصل إلى مكان العمل يعني في الوقت المناسب، يعني الساعة السابعة تقريبا يعني. طيب، إن شاء الله في هذه المناسبة سنبحث عن طريق الفأرة، لكن قد عرفناه يعني من زمان. طيب، فالواحد يحاول أن ينضبط في وقته عند الذهاب وعند الوصول إلى المدرسة، لأن هناك من يقوم بتسجيل الوصول والخروج كذلك يعني. وهذا إذا يعني قلنا إذا كانت يعني المراقب يعني الإنسان، وإذا كان المراقب هو الله سبحانه وتعالى، فلابد أن نهتم يعني نتعلم بأوقات الصلاة، يعني أوقات الصلاة فلابد أن نكون منضبطين في هذه الأوقات. وهذا، وشكرا، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.